اليوم القريعة مبلبلة ديال بصح شبعانة، كلاب مخلطين، كاين المالينوا، كاين الروج، كاين الكانيكورسو والدوغ. اللهم بارك اخوتي، شي حاجة صداع الراس في هذا الفيديو هذا، عاد تولعوا ديال بصح حاجة وحدة بغيتكم ديروها، فرقعوا لي الفيديو بلي لايك لي كومونتير وبارطاج اخوتي، ونبلبلوا في هذا الفيديو هذا حتى هو بغيت يوصل ل 100K اخوتي وشي 20,000 لايك، ما تحشمونيش. كما كتشوفوا اخوتي اللهم بارك معنا جوج ديال لي روج هادو تبارك الله. تكارون توا ولا كارون تو فين انتوا؟ هاين انتوا اخوتي اللهم بارك. هذا الدكير هذا تبارك الله شحال عندهم؟ عندهم 45 يوم. عندهم 45 يوم اخوتي، ها مقلبات صحة جيدة تبارك الله، والميزو راه كلشي كيبان لكم هنا في الفيديو اخوتي تبارك الله. شحال طال فيهم؟ 1200. طال فيهم 1200 اخوتي. راه قال لكم راه يتفاهم معاكم في الثمن. عطيني النمرة ديالك 07 زيد 15 54 16 22. هاي النمرة اخوتي اللي بغاو مالها يتواصل مع الدري ويكون خير ان شاء الله. كتشوفوا حنا جينا عند عمر دريوش اللهم بارك له، الولاعه ديالو المالي الشامبوني. ايوا وليد اسمع الراس شامبوني، ما كاينه التبيبيه ديالو ازعاج الساكنه اللهم بارك له. كاينين هاد الصغار هادو حتى هما تبارك الله اخوتي اللهم بارك. يلاه دريوش هاد اللوين هذا تبارك الله، هذا مال، هذا مال شحال عنده؟ عنده دابا 3 شهور، 3 شهور اللهم بارك. هذه فيلم هذا فيلم هذا اللهم بارك. شحال عنده هذه؟ هذه دابا 3 شهور، 3 شهور. هذه هذه شحال عندها؟ هذيك 5 شهور، 5 شهور. هذه 4 شهور، 5 شهور. مال هذا سبعة شهور والطوق هادي اللي ناعسه هنا. ايوه الطوق هادي شحال عندها؟ عندها 4 شهور ونص اللهم بارك تبارك الله. كليبات زوينين هادي، شوفوا دابا الصغار هنايا ازوين شي بلاصات من هنايا. اللهم بارك تبارك الله. شحال عندهم هادو دريويش؟ عندهم شهر ونص تبارك الله اللهم بارك لي بيت زوينين شاربوني. انا دريويش صغير، دريويش برو ماكس. عمر عطيهم النمرة 07 05 05 10 78. اللي بغى شي حاجة مرحبا به. عمر باش معروف المارينو الشاربوني والشراس اللهم بارك. مرحبا حي قطع ولا هادي اللي كانيش اخوتي. هما معنا جوج ديال اللي كانيش مالطا اخوتي اللهم بارك تبارك الله. كليبات زوينين كارونتي وكاينين هنايا. شحال عندهم؟ عندهم 4 شهور اخوتي اللهم بارك تبارك الله. الزين تبارك الله كما كتشوفوا كليبات نقيين. شحال طال فيهم؟ طال فيهم 1200. الثمن ديالهم زوين اخوتي كما كتشوفوا مقابل للنقاش. يتفاهم معكم قول لهم الطرف ابراهيم غيدير معكم الثمن زوين ديالكم. عطيني النمر ديالك 06 34 47 66 45. هاي النمره اخوتي اللي بغاو مالها تواصل مع الدري ويكون خير ان شاء الله. كتشوفوا اخوتي اللهم بارك، كاين هاد الانتوادي ديال الروت تبارك الله. حيف اللهم بارك اخوتي. شحال عندها هادي عبد العظيم؟ عندها 11 شهر اخوتي تبارك الله. كليبه زوينه قبيري اللهم بارك. وعندنا هاد البولدوغ هذا تبارك الله، هاد الكيار هذا شحال عنده هذا؟ عام. عنده عام. شحال طال في هاد البولدوغ؟ 2000 درهم. هذا طال فيه 2 درهم اخوتي. وبالنسبه للروت؟ 2500. الروت 2500 اخوتي اللهم بارك. عبد العظيم هاري لي النمر ديالك 06 2500 هو الاخر ديال الحاجة. 2500 هو الاخر حاجة جبت واحد البلوك 3000 درهم، ولكن 2500 هو الاخر ديالك. 2500 هو الاخر ديال اخوتي. عطيني النمر ديالك دابا 06 07 84 88 51. هاي النمر ديال عبد العظيم اللي بغا ينتي وادي ديال الروت ولا هاد الكير هذا ديال البولدوغ. مالي عارف تواصل معاه ويكون خير ان شاء الله.
اللهم بارك اخوتي معنا هاد لي كاني كورسو برانجي اخوتي تبارك الله اللهم هادي انتي واخوتي وهذا الدكيار هذا اللهم بارك كما كتشوفوا كل هاد الكليبات كباري اخوتي اللهم بارك اخوتي طوبايس كلشي هاهو كما كيبان لكم من اخوتي شحال عندهم؟ عندهم شهرين ونص عندهم شهرين ونص اللهم بارك شحال طالب فيهم؟ نقولوا في 2500 وهذا هذا الدكير كيقول في 2500 وهذا نتي وهذه كيقول في 2000 اخوتي اللهم بارك عطيني النمره ديالك 06 27 81 23 28 68 68 هاي النمره اخوتي اللي بغاو معايا ريت تواصل مع السيد ويكون خير ان شاء الله اللهم بارك اخوتي كما كتشوفوا معنا البلاك نويز هذا اخوتي تبارك الله شحال عنده؟ 3 شهور عنده 3 شهور اخوتي انتيوا اخوتي عنده 3 شهور اللهم بارك هاهي باينه تخرج كباري اخوتي كليب الصحه جيده تبارك الله شحال طالب فيها؟ 1200 طالب فيها 1200 اخوتي وتفاهم معاك في الثمن ديالها اعطيني النمره ديالك 06 17 72 03 21 هاي النمره اخوتي اللي بغى مالي غير يتواصل مع الدري ويكون خير ان شاء الله كتشوفوا اخوتي معنا هاد لي ستاف هادو اللهم بارك تبارك الله هما ثلاثة نوار واحد مارون شحال عندهم؟ عندهم عام شهر و20 عندهم شهر و20 يوم اخوتي تبارك الله شحال طالب فيهم؟ 300 طالب فيهم 300 اخوتي هما كليبات بثمن رخيص مناسب اخوتي عطيني النمر ديالك 06 08 80 62 62 40 هاي النمر اخوتي اللي بغاو مالي غير يتواصل مع الدري ويكون خير ان شاء الله